صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشر، معكم من ساحة الأمم المتحدة. يعني هاد الأشخاص في حالة غير طبيعية بفضل لحظات تدخل فرقة الدراجين لإخلاء هذا المكان، يعني السكان وكاميرات المراقبة راه تتصاد شي أمور خطيرة. شوفوا شحال ديال القصيرين، شحال ديال الشباب كدا يعرفهم السيليسيون وبعض المخدرات. فضل اللحظات الدائرة الأمنية مصحوبة بالدراجين، غادي تحرر هاد المنطقة من هاد العناصر. أمامكم عدد كبير ديال القاصرين كيديروا المخدرات في ساحة الماريشال. في هذه اللحظات تدخل الدائرة الأمنية مصحوبة بالدراجين، لأن كاميرات المراقبة راه ما تدخل حتى حاجة. القاصرين كيمتهنوا السيليسيون، كيمتهنوا تلاحظوا ساحة الأمم المتحدة يعني كيوقعوا فيها شي أمور خطيرة خصوصا في الليل. امتهان مادة السيليسيوم.